مشاهدينا، وعن استمرار القوات الأمنية في قمع المتظاهرين في إيران ومحاولة التغطية من النظام على هذه الانتهاكات، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن أمين مركز مناهضة العنصرية في إيران الأستاذ يوسف عزيزي. السلام عليكم أستاذ يوسف. عليكم السلام، وأهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. مرحبا بكم. التظاهرات في إيران تمتد في عموم البلاد وتتسع رقعتها رغم القمع الوحشي، هل القادم برأيكم أكبر ومع دخول كل العرقيات على خط التظاهرات؟ هذا ما نتوقعه. يعني أنتم الأخبار التي ذكرتموها هذه أخبار نوعا ما علنية، يعني ما ينشره الإعلام الإيراني بالداخل أم بالخارج، لكن هناك تسريبات تتم من داخل النظام، ومنها بولتين إخباري سري يعني قدمته وكالة فارس للأنباء، وهي وكالة تابعة للحرس الثوري إلى قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ويذكر فيه أن يذكر البولتين السري أن خامنئي يعتقد أن الاحتجاجات لن تنتهي قريبا، وأن الحكومة غير قادرة على تعبئة القوى يعني لمواجهتها. وأيضا يقول خامنئي لمجموعة هناك يعني يتكلم معها وجاي في التقرير السري هذا، أن خامنئي يقول فشلنا في الحرب الإعلامية، ويؤكد أن الناس لم تقتنع في إثارة الاحتجاجات ويجب العمل على إقناعهم بذلك. على كل حال، وهو يتهم بالضبط حتى في هذا البولتن السري يتهم الرئيس إبراهيم رئيسي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي الشمخاني بالقصور في قمع المظاهرات، وخاصة في مدينة زاهدان والتي راح ضاحيتها نحو 90 بلوشي سني في جنوب شرق إيران. بالتالي نحن أمام ازدياد قمع المتظاهرين وازدياد وتيرة القمع الوحشي ضدهم مع هذه التسريبات. نعم، هو يحاول أن يعني يستخدم العنف، لكن كما نقلت عن خامنئي ونقلا عن هذه البولتن السري أن لا يوجد لديهم القوة الكافية كي يعني يواجهوا هذه الانتفاضة العارمة. فهنا أيضا جاء في يعني ردا على هذا سؤالك، يعني يقول حداد عادل وهو والد زوجة مجتبى خامنئي يعني نسيب خامنئي، يقول فقط في هذا التقرير فقط عدد كبير من السكان يمكن أن ينهوا الاحتجاجات، وأن البسيج ضعف ولم يستطع القيام بذلك. طيب سؤال هنا. نعم. فهذا يعني يؤكد أن 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 ليس لديهم قوة كافية للغم إلا هذه السجون وهذه وتيرة القتل، قتل الأطفال والنساء والكبار. طيب السؤال هنا، ما الذي اختلف في هذه التظاهرات عن التظاهرات السابقة ولم يعني يدخر فيها النظام الإيراني أي جهد بقمع التظاهرات والمتظاهرين وقتلهم علانية وإيداعهم داخل السجون؟ هل فقد قوته وقدرته أم قلت الأعداد من قبل قوات البسيج، أم ربما ازدادت وتيرة التظاهرات من كل المحافظات بطريقة أكثر وبأعداد أكبر؟ نعم، شوف أخي، يعني إذا قارنا مع الانتفاضات السابقة، ونحن عدنا انتفاضة الحركة الخضراء في 2009 على تزوير الانتخابات لصالح أحمد نجاد، والتي شاركت فيها الطبقة الوسطى، وكانت في طهران فقط في الواقع، يعني 4 ملايين في يوم واحد طلعوا، لكن في طهران فقط. الشعوب
والقوميات غير الفارسية لم تشارك بها. نعم. لكن وأيضا في 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 انتفاضتي 2017 و2019 شاركت الجماهير ضد الغلاء، يعني في 2019 نعم. ضد غلاء البنزين، وقتل نحو 1500 شخص. لكن هؤلاء المتظاهرون آنذاك كانوا من الطبقات المسحوغة أكثر، نعم. يعني العمال والعاطين العمل وما شابه ذلك. هذه المظاهرة، هذه الاحتجاجات اللي دامت لحد الآن نحو شهرين وشوية، هذه المظاهرات يشارك فيها الآن الطبقة الوسطى والطبقات المسحوغة والشعوب غير الفارسية التي لم تشارك في الانتفاضات السابقة، كالشعب البلوشي والشعب الكردي والشعب العربي والشعب الآذري. لكن يعني وأيضا تزامنت مع إضرابات عمالية لحد يوم أمس. كانت إضرابات في معمل صهر الحديد في إصفهان، وهي آلاف، يعني آلاف العمال يشتغلون هناك، و يعني عمال آخرين في قطاعات أخرى. فكلما يزداد عدد الذين يشاركون في هذه الإضرابات وفي هذه الاحتجاجات فيتراجع النظام أكثر فأكثر. طيب، ذكرت هنا في التسريبات لوكالة فارس على لسان خامنئي أنهم فشلوا في التغطية الإعلامية. بمقابل هذا الشيء هناك تسريبات تقول أن السلطات الأمنية والاستخباراتية الإيرانية تهدد الصحفيين والإعلاميين الغربيين بكثرة أو بقدر ما كشفوا من حجم القمع الوحشي الذي مارسته القوات الإيرانية، وصلت إلى مرحلة أن تهدد الصحفيين الغربيين لكشفهم هذه الحقائق. كيف تنظر إلى وصولها إلى هذه المرحلة؟ هم لا يهددوا فقط الصحفيين الغربيين، بل يهددوا الصحفيين الإيرانيين المعارضين والناشطين الإيرانيين المعارضين في الخارج بسبب دورهم في كشف هذه الأخبار أيضا في الداخل والخارج وإرسالها للخارج وبثها من القنوات والصحف والمواقع في الخارج للداخل. وأيضا في الواقع الناشطين الذين يقومون بمظاهرات يشارك فيها الألوف كل أسبوع. نحن عندنا مظاهرات في كل المدن من نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية إلى أوروبا، العواصم والمدن الأوروبية إلى الولايات المتحدة وكندا. فهذه هذه هؤلاء الناشطين والمتظاهرين يعني يساعدون الثورة ويدعمونها من الخارج، وهو يخاف منها ويخشاها النظام الإيراني. وهذا أيضا مذكور في هذا البولتن المسرب عن هذا الأمر، وخاصة هذه المظاهرات والاحتجاجات في الخارج أدت إلى كسب البرلمانات الأوروبية، حتى مواقف إيجابية من قبل بعض الحكومات مثل ألمانيا مثل فرنسا. يعني بدها الآن فرنسا، يعني كندا الآن بدأت يعني تضع الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية كما وضعتها أمريكا قبل سنوات. وأيضا تتحضر ألمانيا و فرنسا لأيضا درج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وهذا سيضر إيران كثيرا. هذا يسوقنا إلى سؤال آخر، أن الأنباء تتحدث عن وصول قتلى التظاهرات وضحايا القمع الوحشي الإيراني إلى ما يقارب من 500 متظاهر. طيب، متى سيتدخل المجتمع الدولي بطريقة ربما توقف نزيف الدم الإيراني؟ كم يريدون أن يصل العدد؟ المجتمع الدولي يعني في الواقع قام بخطوات، وأنا ذكرت قسم منها، وأيضا يعني بمبادرة من ألمانيا قبل يومين أو ثلاثة اجتمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وشكل لجنة تقصي الحقائق من المفروض أن تسافر إلى إيران إذا أجاز لها، إذا سمح لها.
وقلت لك يعني هذه الدول خاصة ألمانيا وفرنسا وقبلها الولايات المتحدة وكندا تحاول أن تضيق الخناق على النظام الإيراني، ولكن نحن نتوقع أكثر من ذلك، نتوقع يعني طرد سفراء إيران في الدول الغربية، ونوعا ما يعني عقوبات أكثر على النظام ورموزه ومؤسساته المالية والسياسية والدبلوماسية. من لندن أمين مركز مناهضة العنصرية في إيران الأستاذ يوسف عزيزي، شكرا جزيلا لك.